مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. اليوم عندنا موضوع السمنة، سي لوبيزيتي. لا لكن الميزان تاعو يفوق اون ابل 97 بيرسنتيل، يعني الحد الاخير تاع هذيك لاكوب يكون فوقها تما هذا الطفل راهو سمين ولا بادين، دونك يدخل في البدانه في السمنه. نعم يعني جاونا حالات بزاف للفحص النفسي بخصوص السمنه، ولكن هما كي جاو تقول لك باللي جبت لك انا هذا الطفل لخاطر السمين. السمنه في الوسط الدراسي، يعني هاد الاطفال هادو كيفاش يتعاملوا معهم اصدقائهم، كيفاش يتعاملوا معهم كذلك المربيين؟ السمنه كما تفضلت الاستاذتان الطبيبتان تمس الاطفال بنسبه متفاوته. حصتكم الموجهه للاولياء اولادنا تحت جناحنا تجيكم هذا الاسبوع بموضوع مهم، هو موضوع السمنه لوبيزيتي. هذا الطفل خلاص ايدي اوبيز، راهو بادين راهو سمين، دونك دخل في هاد لا كاتيجوري، لازم نديرو تحاليل. يقول لك يا بني في الصباح، يعني في الفطور تاع الصباح، في الصباح كل مثل الملك، في الغداء اتغدى مثل الامير، وفي العشاء اتعشى مثل الفقير. اذا يا اولياء السمنه ماهيش حاجه خطيره، ولكنها خطيره اذا كان ما التيتوش بها. كي تشوف الطفل تاعك بدا يسمن يعني بطريقه غير عاديه، لازم تعرضوا على الطبيب وترد بالك، ترد بالك، وما لازمش ثاني تفشوهم، تعطيهم ياكلوا واش يحبوا كامل، لازم كلش بانتظام. والاجدر انهم يمارسوا الرياضه والنمط الغذائي تاعهم يكون سان. اذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذا الموضوع هذا. تقدروا توصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح، نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان، حب وحنان مسؤولة، حقها واجب مهما كان.